أردوغان يحكم، إذن فثقافة العنف السياسي تسود. هكذا وصف الصحفي بوراك بكديل المشهد السياسي التركي المتردي في مقال نشره معهد جايتستون إنستيتيوت الأمريكي. فبعدما حدث في الانتخابات البلدية الأخيرة وإقدام المجلس الأعلى بإعادة التصويت في إسطنبول، اتضح أن السباق السياسي في تركيا يشبه الحرب أكثر مما يشبه تنافسا ديمقراطيا، والفضل في ذلك يعود إلى سياسات هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على كافة مفاصل الدولة، لتتفاقم معها حوادث اقتحام المقر الإعلامية واعتقال الصحفيين المعارضين، والتي بدأت في عام 2015 وكأنها عمل جهادي. ففي ظل تحطيم النوافذ بالعصا يطلق رجال أردوغان صيحات التكبير وكأنها حرب دينية، وتحت شعارات محب للانقلاب قام مناصر أردوغان بكسر أنف وضلوع أحمد هاكان الكاتب بصحيفة حريت، كما لم يسلم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليدشدار أغلو من قمع أردوغان. ففي إبريل عام 2019 تعرض للاعتداء من قبل مسؤول في حزب العدالة والتنمية، وهكذا كرس أردوغان نهج الهيمنة القمعية من أجل السلطة.